السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة أيضا من أيام القرن الماضي، أول دورة إغاثية للألعاب الإغاثة الإسلامية سنة 1989، وإزاي أنا نسيت أهلي وأولادي وأنا برتب مثل هذه الدورة. ودي من الأشياء المؤلمة جدا 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 عليا، زي ما تحدثت في الماضي عن الرعشة، دي برضك حلقة من حلقات الرعشة. كان أول مرة نعمل الدورة دي في المركز الرياضي في مدينة برمنغهام، وخرجت أنا بدري وعدت الأولاد إن أنا هرجع أخدهم بعد ساعة أو ساعتين. وكان في الوقت ده فاطمة وحسن ومريم، وكانوا كلهم أقل من 5 سنوات، كانوا لابسين ومستعدين واقفين في الشباك بتاع البيت اللي بيطل على الشارع، منتظرين بابا جاي بابا جاي بابا جاي. الكلام ده من ساعة ما صحي من النوم، وحتى وانا بكلمكم دلوقتي بشعر بالألم اللي انتابني منذ قرابة 31 سنة، او بالضبط 31 سنة. يعني الألم مازال في غصة في حلقي وفي كبدي وفي قلبي وفي صدري. ففضلوا قاعدين منتظرين لغايه ما رجعت الساعه 7 8 بالليل، على ان انا منتظرين ان حاجه اخدهم واطلع بيهم على الدوره الرياضيه. هم لابسين ما قلعوش اللبس بتاعهم لغايه لما اجيب بالليل، فلان انا كنت منشغل جدا بالدوره ومئات الشباب اللي جايين والفرق اول مره نعملها، فنسيت اهلي واولادي، وده طبعا شيء مش جيد ابدا، وخلق مش كريم ابدا، وشيء سيء جدا ان يعني الانسان ينسى اهله واولاده في معمعه او في خضم الشغل اللي هو بيقوم بيه. وانا بكلمكم الان ما زلت اشعر بالالم بعد 31 سنه من هذه الحادثه. رسالتي طبعا تاني يوم الصبحيه خدتهم معايا، وكان أسعد يوم في حياتهم، وخدت أمهم معايا وراحوا وفضلوا قاعدين في يلعبوا بقى. كان فينا بنلعب كريكت وكرة قدم كرة طايرة وكرة سلة وكرة تنس الطاولة والتيبل تنس البينج بونج وأشياء ومصارعة إلى آخره. يعني كان أسعد يوم في حياتهم هو يوم 29 أكتوبر لما كلهم راحوا معايا المركز الرياضي في مدينة برمنغهام، عشان يعتبر ترويح بالنسبة لهم، خاصة ان احنا نشأنا بين اقليات مسلمة، التزاور كان قليل، الاختلاط كان قليل في هذا الوقت من الزمن. فارجوكم ارجوكم ارجوكم، وانا ما زلت اتألم واشعر بالألم في صدري وفي قلبي الان بعد 31 سنة، الا تنسوا اطفالكم في خضم العمل الجسيم والمسؤولية الكبرى والعظمى التي تقومون بها، وكونوا معهم ولا تنسونهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.